الراديو. النوايا موجودة، لكن لما ابص وابص بدقة، ابص على الاردن، انا ما فيش في ايدي شيء مؤكد مادي ان هناك شيء مش منطقي بيحصل في الاردن قد يساوي الانطلاق من اراضيها. طب اسرائيل اخر شيء مش يعني يلفت النظر كان 25/10 اللي فات، تدريبات عسكرية مشتركة مع الحرس الوطني القبرصي في تسيلم، وفي القاعدة دي تم التدريب على اقتحام قرية عربية ساحلية. ما انا مش فاهم ايه علاقة ده بجنوب لبنان ومنطقة حزب الله ومنطقة دي منطقة لبنان. جبال لازم المصريين معلش خلينا نوضح. اما الناس تشوف الجغرافيا كويس. لان انا كمان اصل رجلايا كانت في الجغرافيا دي قبل كده. وشفتها بعين. دي جبال و16 جبل والسيطرة فيها مش كده. وحزب الله مش موجود فوق الارض، ده فوق الارض وتحت الارض وفي قلب الجبل، ومسألة ما هيش سهلة.